اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كافلين بيها. انتوا كافلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حرامية يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي: انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وديعة في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل. أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى اسمة العدل ولا لأ؟ ظلمتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود، يا نهار أسود. أنا أسرق بنك؟ لأ لا لا لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها، ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك، بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه، ده سوقي، ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره، هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكو. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكو خلاص. لا تونس مغاوري. خلاص قلنا معاكو بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها، بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه عرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفل. مش هتقدر تغمض عينيك.